طيب عواد طبعا في حراسة المرمى ما فيهاش نقاش، مظبوط كده؟ بس لسه احنا كنا بنتكلم مع الكابتن، محتاج بديل، يعني لازم يكون في بديل جيد مع عواد. يعني زي حتى الان مين؟ دي زي مين يا مشكلة، ما فيش حد دلوقتي. موضوع جاد في الغالب اتقفل. الزمالك يقول لك هي رفع مشكلة خلاص الزمالك في حارس خلاص المرمى. البديل لو بتدور في الدوري مفيش، محدش موجود، والأندية ما بتسيبش دلوقتي حارس مرمى اللي هو يبقى مع عواد. مع عواد برضو لازم حد معاه يبقى ارجع احمد نادر السيد. المشكله ما هو المشكله هو عقده سنتين، يعني هناك طالع الاعاره سنتين ولعب سنه ولسه السنه الجايه. وانا لو قلت له يرجع ما يرجع، يعني انت برضو في اتفاق بينك وبين النادي، الله اعلم يعني، مش عارف. هو هو ممكن يكون عايز يكمل في اوروبا، ممكن يكون عايز يكمل، وعشان عشان البطوله او بس دي مشكله فش هزار عشان يرجع، عشان بس يرجع فش هزار ما فيهاش طبعا. هو انت داخل على افريقيا ودوري وكاس، لو لا قدر الله عواد لازم حد حتى ثلاث انذارات يا عم سيبك. خلي بالك ده احنا في نادي الزمالك بالذات اتعودنا، يعني في حارس ما فيش حارس واحد ثابت. الجنش كان في الاول بيلعب شويه، بعد كده لعب ابو جبل شويه، وبعد كده هو عواد قعد كتير، وبعد كده في ربنا كرمه في مع نهايه لعب كويس. وايه ده احنا في نادي الزمالك، انتوا مين بقى ان شاء الله؟ لا انا بقصد في نادي الزمالك يعني الاعتياد على كده على اساس كابتن احمد. ده احنا في نادي اديها لك على الهواء، انا ماليش دعوه. لا مش فاهمها دي، مش فاهمها دي. احنا المسؤولين في نادي الزمالك. انت بتاخذ المسؤولين في نادي الزمالك. طيب احنا المسؤولين في نادي الزمالك. طيب كويس. ايوه الراجل برضه عنده علاقه كويسه، انا ما قلتش عشان علاقتك كويسه مع طيب. الكوره يعني في الحاجات ديت يعني. طب خلينا عواد ملوش بديل. لا عواد ودي ازمه ضخمه محتاجه صعبه جدا. يعني ما فيهاش هزار دي صعبه، لازم الزمالك ينزل تحت الماء يطلع بحارس مرمى تاني. طب يعني قول لي مين ممكن في الدوري غير محمود جاد، يعني ممكن مين الزمالك يتفاوض ياخده؟ طب ما في انديه نزلت، يعني من الانديه اللي نزلت هل في ممكن حارس مرمى يبقى كويس؟ يعني الجونه كان عنده عماد السيد، عماد السيد، عمر رضوان كان في، لا عمر رضوان في الاسماعيلي دلوقتي، في الاسماعيلي حارس مرمى كويس. الجونه اسلام طارق الحارس اللي هو كان في طنطا، اللي هو بيرب شعره ويصبغ شعره. ده انت شايفه فنيا؟ لا برضه مش في حارس المرمى الزمالك او الاهلي البديل لازم يكون على نفس المستوى. اقصد بديل وانت تطبخه كويس، يكون عنده بس حد يعني مؤهلات كويسه ومع الكابتن ايمن طاهر يشتغل. هو انا يعني في حارس الدخان برضه عاجبني اللي هو استرن كامباني، من الحراس الكويسين، انا مش فاكر اسمه بالظبط، بس حارس من شوفوا لنا يا جماعه كده، انا مش فاكر برضه مش فاكر اسمه بالظبط. انت عمل ماتشات كويسه. عمرو حسام، عمرو حسام عمل ماتشات كويسه، واللي برضو ها ممكن البلعوتي بتاع انبي، بتاع انبي الفتره اللي فاتت هو بيلعب، وده برضو ممكن. على فكره البلعوتي بيلعب بقاله في انبي بقاله 6 7 سنين، سيبه كويس. جول كويس طبعا، ولو جاد مش هيمشي، وجاد هيفضل في انبي ومكمل. فرصه البرعوت اللي هو برضه دي الاسماء اللي ممكن، لكن انت بس ما ينفعش يظهر عواد، لازم يكون مع بديل طبعا بس لازم. تمام. طيب في اليمين او فيش، ما فيش بديل لنيمار، يعني الراجل لو هيلعب ثلاثه ورا او ثلاثه معروفين، عبد المجيد والونش والمسلوسي، فيهم تغيير دول؟ لا. طيب عبد المجيد الونش المسلوسي، عندك نقاش في احمد فتوح في الشمال؟ لا طبعا احمد فتوح، احمد فتوح اليمين نيمار ولا الزمالك هيبقى محتاج حد؟ لا هو اكيد اي حد في المراكز اللي انت اتكلمت عليهم دول، ما ينفعش لاعب واحد بس زي ما انت قلت دخل على معركه يعني. لا ما ممكن نيمار وهو كده كده عنده المسلوسي، لو احتاجه يعني باك رايت هيلعب بيه باك رايت، وينزل يعني محمود علاء او ينزل يعني عبد الغني. عبد الغني وعندك زكريا يعني، انا شايف انه فتوح مثلا يعني محتاج حد يبقى معاه. ما عبد الشافي هيكمل سنه كمان، معاه وعبد الله جمعه، بس عبد الله جمعه مكمل. انا اعتقد انه هيوظفه مثلا. لا لا ما فيش، لا بس حتى لو توظيف، بس لو انا احتجت باك ليفت هبدا بعبد الله جمعه. افترض انه فتوح ثلاث انذارات مثلا يعني، هيبقى عندي عبد الله جمعه موجود، عبد الشافي موجود، يعني هبدا بيهم. ما فيش كمان من اللعيبه الكويسه كمان، لما بيبقى فورمه بيفرق مع الزمالك. صح كده، عبد الله طبعا بالنسبه لي عبد الله. سواء طيب. المشكله في ناحيه اليمين بس، طب مش أنا مشكله نيمار كبيره بالنسبه للراجل يعني. مش ايه، مش مشكله كبيره طبعا بالنسبه انا في رايي هو ممكن يلعب المسلوس يمين وعبد الغني يلعب في الديفنس. خلي بالك مين اللي رجع؟ احمد عيد. واحمد عيد رجع واتمرن من الاعاره، كان في التمرين النهارده موجود وفي التمرين وموضوعه خلصان. اصل خد بالك ممكن الراجل يعيره تاني.
ممكن، بس ممكن يكمل. ما هو في بس الزمالك محتاجه دلوقتي. يعني حازم امام شكله هيكمل. حازم امام لا خلاص رسمي النادي اعلن، اللي هو من شويه النادي اعلن انه حازم امام اخر موسم ليه، وهيعمل له حفله تكريم والكلام دوت. خلاص يعني حازم امام خلاص قصته انتهت. طبعا انا يعني انا بس كلمتين لحازم، انا عارف حازم الزملكاوي كبار جدا، وحازم ابن نادي الزمالك وشايل النادي، بقول له انت عملت اللي عليك وزياده مع النادي الاوقات اللي تلعب فيها وشلت كتير والناس جت عليك كتير، وبتمنى له التوفيق في الخطوه الجايه يعني. طيب بس هو مش محتاج في اليمين، عنده نيمار قول مسلوس يلعب في الحته دي تمام مقفول. طب في نص الملعب طبعا الوردي هيلعب، الوردي صح كده؟ انا بقول الماتش الجاي، انا بقول الماتش الجاي عبد الغني اللي هيلعب. اوكي صح. لا انا بتكلم في التشكيل العام، انا بتكلم كتشكيل السنه يعني. الوردي موجود وعبد الغني موجود. الوردي برضه حتى الان يعني انا بصراحه ما هو بعيد برضه بقاله شويه. نعم بعيد الوردي بقاله شويه، فمش هيبدا يعني بيه في ماتش لوسيلم. اعتقد انه هياخد وقت بس عشان يقدر. وخلي بالك هي دي بروفه عبد الغني يقفل، عبد الغني دي بروفه لماتشين افريقيا اللي هو بعد كده الصفقات دي هيلعب في افريقيا. تمام مش مقيدين اصلا. وخلي بالك الماتش ده بالذات يعني برضه العائد المادي بتاعه يعني مغري، هو الزمالك برضه هيلعب يعني. طب احنا عشان وقتنا جري في اي مغامره من الراجل تمام. طب احنا عبد الغني وامام عاشور والوردي او عبد الغني تمام كده، دول الاثنين مع الخمسه خلاص اللي ورا تمام، ادينا ثلاثه قدام. اعتقد ابراهيم نضاي هيلعب ناحيه الشمال ناحيه اليمين، ناحيه اليمين وزيزو هينقل اثنين ناحيه الشمال الناحيه الثانيه مش كده؟ هو الراجل بيحب الحته ديت. وسيف الجزيري مهاجم، وسيف الجزيري مهاجم والبدائل بتاعته. احمد ايمن منصور هيلعب فين؟ كابتن احمد لعب مع نضاي وعارفه اكتر واحد لعب معاه في دجله. كابتن احمد هيلعب في طلائع الجن شفت ده مش وعنده تجنيد. ما خلصتش الموضوع، ما خلصش لسه بكلمك في يعني هو مصطفى فتحي يبقى جنب بعض جابها حلوه الاثنين شول شفت هو لعب هناك بقى في وعارف انت عارف ان مصطفى فتحي دلوقتي كل الانديه بعدت، اهلي بعد وزمالك بعد، بس انا اعتقد هو زمالك يروح الزمالك في برضه ممكن. بس هو بقول لك بعد موضوع زيزو شويه الزمالك قل فكره انه التعاون عايز فلوس وان هو عايز مليون دولار في السنه ما هو الزمالك ليه فلوس في عند التعاون، ليه نص مليون التعاون عايز ده، التعاون كان عايز من الاهلي 2 مليون دولار. ما لو التعاون لو الزمالك دي الارقام دي حط يعني المبلغ او كده كده الموضوع مقفول بالنسبه يعني قصدك يرجع النص على النص اللي عندهم بمليون دولار؟ لا وما يرجعش، وممكن ما يرجعش النص اصلا، كده كده النص اللي عندهم فيرجع. انت كده كده مصطفى مش هتعرف تاخده الا بعد السنه، يعني التعاون مش هيعرف ياخده الا بعد السنه. طب الزمالك ياخدوا اعاره يعني السنه دي؟ ياخدوا اعاره السنه بالنص ده؟ بالنص دوت، وممكن لعيبه تاني تروح. انا مع احترام راي كابتن احمد هو حتى لعيبه تروح طلائع الجيش من الزمالك، لو ما راحش لطلائع الجيش هو في الاهلي. وانا مختلف معاك تمام. طب انت على ايه؟ تبند على ايه؟ على المفاوضات مع الاهلي في كلام. عندك معلومات كده يعني؟ انا سامع انها قلت خالص. خلي بالك النادي الاهلي برضو المقابل المادي بالنسبه لمصطفى فتحي مش كبير، وهو برضو صفقه جماهيريه، النادي الاهلي محتاج. بس انا سامع ان انها قلت خالص الكلام معاه. لا موجود لسه الكلام موجود معاه، وهو بس فكره الناس منتظره موقف الجيش ايه؟ يعني الاولويه هتبقى لنادي الجيش، ما كانش اعتقد النادي الاهلي. تمام. انا بقول لك لا بقى من هنا من موقع هذا ان مصطفى اصلا هو هيلعب في نادي الزمالك بس في مصر. انا عندي احساس انه هيلعب في طلائع الجيش السنه دي ويرجع التعاون. انا هو لو ما كانش الزمالك هيبقى طلائع الجيش ويرجع التعاون تاني. عندي احساس كده، اصل هو واضح انه هيبقى سنه اعاره يعني، مش التعاون عايز يبيعه. هو كمان هينفع في الخطه بتاعت كابتن علاء عبد العال في حته المرتدات والحاجات ديت، ممكن يبقى هو عنده سرعه بس هو اصل النادي بتاعه دلوقتي بيتكلم في بيع، مش فكره ان هو يعني عمال هيدفع 2 مليون دولار. حتى تلاحظ التصريحات اتغيرت، في الاول كان بيقول لك ايه احنا متمسكين باللاعب. طيب. بتاع بدات الامور تتغير، التصريحات شويه.